السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. النهاردة هنتكلم عن رؤية واحدة، وهذه الرؤية كثير من الناس بيشوفوها وكتبت ليها كثيرا، وهي رؤية رئيس الدولة أو الحاكم أو الأمير. لكن دعونا من كلمة الأمير أو الوزير أو رئيس الحكومة، لا، أنا أقصد رئيس الدولة. لو أنا شفت رئيس الدولة في المنام، الرؤية دي محمودة ولا مذمومة؟ على حسب ما يرى الرأي. فهناك من الرؤى ما تكون محمودة وهنذكرها دلوقتي، وهناك من الرؤى ما تكون مذمومة وبرضه هنذكرها دلوقتي. فالرؤية رؤية رئيس الدولة. لو أنا شفت في المنام إن رئيس الدولة جاء إلى بيتي، هذه الرؤية تدل على سعة الرزق والرغد في المعيشة. لو شفت رئيس الدولة عندي في البيت، أنا راجل رزقي إن شاء الله تبارك وتعالى هيكون كبير، كلام بالنسبة للرجال وللنساء، ولو في تخصيص لأحد هخصص، ما خصصتش يبقى الكلام للكل. فرؤية رئيس الدولة في المنام في بيتي تدل على سعة الرزق والرغد في المعيشة. رؤية الزواج من رئيس الدولة، إيه ده ممكن يحصل؟ طبعا قضية المنامات احنا متفقين ودايما نقولها في كل حلم او في كل رؤية او موضوع او لقاء او فيديو، ان الاحلام ملهاش قاعدة. انا ممكن اشوف حاجات يستحيل انها تحصل في الواقع. فمن ضمن الاشياء دي ان انا مثلا شفت في المنام، طبعا الرؤية اللي شفتها اكيد امرأة، ان انا شفت في المنام ان انا تزوجت من رئيس الدولة، أو حتى مثلا رجل رأى مثلا أنه تزوج من رئيسة الدولة. في الدول الأجنبية في رؤساء نساء، فلو الرجل شاف الرؤية دي أو المرأة شافت الرؤية دي، الزواج من رئيس الدولة، هذه الرؤية تدل على الميراث القادم إلي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الرؤية أيضا محمودة. من ضمن الرؤى الغير محمودة أني أرى في المنام رئيس الدولة غضبان علي في المنام. هذه الرؤية تدل على العقبات والأزمات التي سوف تقابل فيها الحياة المستقبلية إن شاء الله. طيب، رؤية موت رئيس الدولة للأسف الشديد هذه الرؤية تدل على موت الزوج أو أحد الأقارب. رؤية تناول الطعام مع رئيس الدولة تدل على الترقي في المناصب أو في العمل. التحدث والكلام وأن يكون هناك حوار بيني وبين رئيس الدولة، تحقيق أمنية غالية سوف تتحقق لي إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من ضمن الرؤى الغير محمودة رؤية رئيس الدولة حزين. هذه الرؤية تدل على فقدان المال أو خسارة المال. رؤية رئيس الدولة وهو يضحك، هذه الرؤية تدل على قدوم الخير وتدل على زوال الهموم والأحزان إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية رئيس الدولة في البيت تحديدا للبنت العزباء تدل على الارتباط اللي هو الزواج، وقيل تحقيق أمنية غالية سوف تتحقق لها إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.